عمك انت عم تخونيني؟ بتبصيلي كده ليه؟ اللي بعرفه ما في مرة غيرك هون. مش فاهم. هذا إليك. هذا إليك. توم، مش هفضحك ولا هعمل لك مشاكل ولا هد كل حاجة فوق دماغك قدام مراتك. أنا خلاص كلمت الدكتورة، كلها ساعتين وتخلص منه. أنا ما بجيب ولاد. أنا قلت لك من غير شوشرة، كلها ساعتين وهنزل البيبي. أنا ما بجيب ولاد، ما بخلفش. أمال ده ابني مين؟ اللي في بطني ده جبته منين؟